والحمد لله اكتر حاجه في الاعلام، ولازم اشرح لحضراتكم، تبقى الاعلامي مبسوط منها لما انت تبذل مجهود وتكافح في قضيه معينه وتظهر للناس الحقائق وتتكلم عن جماهيرك وتحاول تقاتل على الجماهير ترجع وناخد قرار الجماهير تبقى موجوده من تاني ونستغل وصول مصر لكاس العالم. كمان لما تخاطب النادي بتاعك والنادي اللي انت بتنتمي له والنادي اللي بيحميك والنادي اللي بيزود العدد في المدرجات وتنجح، ده بيبقى، انا بكلمكم بلغه رجل الشارع البسيط، بيبقى مش هقول نجاح ولا، لكن في قضيه بتحارب عليها وربنا يكرمك وتزود عدد جماهيرك، مش هقول احنا اصحاب الفضل، لكن بيبقى في اشاره حمراء بتنورها للمسؤول وتقول له خلي بالك يلا مع بعض بنستغل ده ونزود عدد جماهيرنا، وده اللي عمله النادي الاهلي. عشان كده كمان معانا على الهاتف المدير التنفيذي المحترم اللواء شيرين شمس. برحب بحضرتك يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ اكيد برحب بحضرتك. في البدايه حضرتك وعدت واوفيت مع مجلس اداره النادي الاهلي، والخبر اللي انتشر خلال اليومين اللي فاتوا وزياده عدد الجماهير من 40,000 ل 50,000 غير الدعاوي، الكلام ده مظبوط ولا لا؟ لا، هو كله 50,000. كله 50,000. زودنا 10,000. تمام كده. ده كلام اخير. لا خلاص كده تمام. طيب عايز اعرف من حضرتك يا سياده اللواء نقطة مهمة جدا عشان البعض بيتساءل، وانا عارف حضرتك في ملفات مهمة، السيستم اللي موجود بتدي الصلاحيات للاستاذ وليد مهدي وغيره وغيره من الملفات. في البعض اللي بيدخل ومش عارف ياخد الكارنيه بتاع التذكرة يعمل ايه؟ لا بص حضرتك، هو موضوع الكارنيه بس عشان الناس برضه تبقى فاهمة. يعني خلاص احنا مش هنستخرج كارنيهات، لانه مش هنقدر نبتدي نستخرج كارنيهات دلوقتي، لانه بعض حد فاضل اسبوع مباراه. فدلوقتي اللي عايز يخش ياخد تذكره عاديه وهيروح ياخدها برضه من المنفذ زي ما كنا عاملين قبل كده. تمام. يعني احنا عملنا دلوقتي 20,000. بعد المباراه بقى هنفتح للناس انها تقدم ونبتدي نستخرج لهم كارنيهات. اللي مش عارف يطلع كارنيه زي ما بيقول بيجي يشرف في النادي الاهلي ويجيب الصوره بتاعته والبطاقه رقم قومي وبنعمل له كده، مفيش مشكله يعني. تمام، ده كلام محترم عشان الناس بيبعتوا لنا كتير جدا بيدخلوا على السيستم ما بيستجبش معاهم، يبقى حضرتك وضحت الصوره، بتدخل على القديم زي ما انت قلت وبتاخد تذكرتك من عن طريق الانترنت. تمام تمام. النهارده النادي الاهلي فتح باب الترشح لرئاسه النادي الاهلي والانتخابات النادي الاهلي، هل في حد تقدم النهارده يا فندم؟ في بس يعني استاذ محمد ثابت فضل الله هو قدم على الرئاسه. هو الوحيد اللي قدم. مفيش حد تاني قدم؟ لا يا فندم مفيش حد قدم. الامور تمام بالنسبه للانتخابات، وعايز اسمع من حضرتك رد البعض اللي بيعبث دايما بالنادي الاهلي وتصيد الاخطاء وكلام كتير جدا، قال لك ده طول عمرها يوم جمعه فالنادي الاهلي لا عملها خميس، وضح لنا الصوره دي عشان كل الناس سمع حضرتك، اتفضل. يا فندم هو يعني كمجلس اداره يعني واخد قرار، ويمكن من التصويت على اللائحه المره اللي فاتت انه مش هيبقى فيه تصويت في وسط الاسبوع. بس احنا جانا جواب رسمي حضرتك من مديريه الشباب والرياضه. وطلبوا في الجواب رسميا تلافي يومي 24 و25. يعني الكلام كان واضح. ده اللي هو الخميس والجمعه. وبعدين حضرتك كمان انا عندي يوم السبت نادي الجزيره عامل انتخاباته. فانا يعني لما اعمل السبت الاهلي والجزيره في منطقه الجزيره يبقى انا بقفل المنطقه كلها. تمام. وهم بعثوا في الجواب انه يعني يا ريت يكون الانتخابات يا 27 يا 28 يا 30. 27 و28 اللي هو الاثنين والثلاث ده في وسط الاسبوع، في وسط الزحمه، في وسط كل حاجه. فاحنا رفضنا هذه الفكره. وبعدين بعد كده حضرتك شفنا اجنده الاجازات في الدوله، فلقينا ان شاء الله هيبقى اجازه رسميه بمناسبه احتفال بالمولد النبوي الشريف. فكده بقت اجازه رسميه، مش فارق بقى هي خميس وجمعه. يعني بدل عملت في اجازه رسميه اللي هو المدارس والجامعات والدوله كلها اجازه. تمام. الموضوع مش فارق يعني، مش فارق هي الناس اللي بتتكلم وتقول وسط الاسبوع يعني نراجع بس. احنا عاملينها في يوم اجازه رسميه في الدوله.
بالمدارس والجامعات والحكومه والقطاع الخاص والقطاع العام وكل حاجه. اعتقد انها ما فيش مشكله كده يعني. وصباح اجازه الجمعه يعني ما فيش حد هيتعطل في حاجه. يعني ما فيش اي عطله في اي حاجه. عايز اكلم حضرتك كمان، انا عارف اللي دايما النادي الاهلي بيشتغل من بدري، وانا دايما وانا بتابع مع حضرتك مش هخفي على الساده المشاهدين قبل المباراه المهمه خصوصا مباراه النجم الساحلي، وحضرتك بتسافر دايما قبلها بيومين، التنظيم، تذاكر الجماهير والاجتماعات مع مديريه امن اسكندريه، حصل تواصل من دلوقتي يا سياده اللواء؟ لا التواصل بقاله اكتر من اربع خمس ايام حاصل يعني. ورتبنا كل حاجه مع السيد مدير امن اسكندريه، مع السيد رئيس مباحث اسكندريه، كل حاجه مترتبه تمام. الرتوش بقى الاخيره اللي في اليومين اللي قبل المباراه تبقى على ارض الواقع زي ما بيقولوا، هم حاطين مكان واحنا حاطين مكان، بس برضه بنراجع بيراجعوا خططهم وبنراجع بنرتب مع بعض كل حاجه. فيعني لا الدنيا كلها يعني الامور كلها ترتبت خلاص، كل حاجه جاهزه ومفيش مشكله في اي حاجه حضرتك. الاجتماع الامني ان شاء الله هيبقى امتى المباراه؟ هيبقى يوم السبت ان شاء الله. يوم السبت. سيادة اللواء حضرتك حابب تضيف أي حاجة تانية؟ لو في أي معلومة حابب تضيفها اتفضل يا فندم. لا لا مفيش حاجة يا فندم، هو بس يعني طبعا مش هقول بقى الالتزام وبتاع، لأن خلاص الالتزام دي قصة عدناها بالنسبة للجمهور. يعني احنا ابتدينا البطولة زي ما قلت ب 5000 6000، وصلنا دلوقتي الحمد لله ل 50. تمام. ال 50 وال 5000 ده اللي الأمن وافق عليها، وافق عليها نتيجة التزام الجمهور والمنظر الجميل الحضاري اللي احنا شايفينه. يعني انا يعني بنشكر جمهورنا، الناس على وعي كبير جدا وناس فاهمه هي بتعمل ايه، فده اللي رفع العدد من 5000 ل 50000. تمام. حاجه اخيره، النجم الساحلي قال ميعاد الوصول بتاعه ولا لسه؟ هيوصلوا ان شاء الله حضرتك يوم الخميس على طياره خاصه الى اسكندريه مباشره، هيوصلوا الساعة 5 مساء وهيتدربوا الجمعة، هيتدربوا السبت إن شاء الله. إن شاء الله. سيادة اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. دايما في البداية بنحب كل الأخبار حضراتكم بتبقى فيه البعض منها على السوشيال ميديا مفيش أي أساس من الصحة، زي مواضيع كتير جدا هنناقشها النهاردة وتلاقي الناس بتتداولها وبعد كده ترجع تكذب ونحتاج إن إحنا نطلع في الإعلام، كل الكلام ده بيحصل. فمن هنا دايما في بداية البرنامج بيبقى معانا اللي موجودين في التمرين يقول لحضراتكم المعلومات، مين النهارده دخل ال 18، مين خرج، الاصابات، المعلومه بتبقى موثقه داخل قناه النادي الاهلي. معاك المدير التنفيذي يقول لك الدنيا فيها ايه، مين تقدم، مين ترشح، النادي الاهلي خاطب مين، عمل ايه، وهي دي قناه النادي الاهلي الرسميه. اللي ما تحب تاخد معلومات تعرف